السؤال السابع بيقول: ما هي أكبر دولة عربية من حيث المساحة؟ الإجابة الأولانية السودان، الإجابة الثانية السعودية. بسرعة مدام منى في خلال 10 ثواني. السؤال ده الولد ووالدته اختلفوا في الإجابة. أحمد اختار السودان، منى أو مدام منى اختارت السعودية. مدام منى، أنت دايما أحمد بيسمع كلامك، يعني ليه أنت ما سمعتيش كلامه المرة دي؟ أنا متأكدة إن السعودية مساحتها كبيرة، أكبر دولة عربية فعلا مساحتها كبيرة. حضرتك مدرسة في مدرسة ابتدائي، وحضرتك مدرسة رياضيات، إنما ما قعدتيش مع مدرسين. لا قعدت كتير طبعا. قعدتي كتير. طبعا جغرافيا أو كده يعني. حضرتك شايفة إن السعودية هي أكبر من السودان، وأحمد بيقول إن السودان أكبر من السعودية. أنت إيه رأيك في اللي والدتك قالته؟ طب بذمتك ينفع؟ ينفع إيه؟ ينفع كده تقول لي لأ وبتاع؟ ليه يا ماما؟ بجد أنا بحبك يعني. وأنا كمان. معاهم 9000 جنيه. والسؤال بـ 1500 جنيه. لو جاوبوا صح هيبقى معاهم 10500 جنيه. لو جاوبوا غلط هيبقى 4500 جنيه. نشوف مع بعض إجابة السؤال السابع صح ولا غلط. الإجابة خطأ. أحمد كان عنده حق، كان إجابته هو السودان مش السعودية. عموما دلوقتي بقى معاكم في البنك 4500 جنيه، اتخصم نص المبلغ اللي معاكم في البنك.